السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الحمد لله. قول لحضرتك، انا مشارك مع واحد في مؤجرين قطعه ارض، نعم، مزرعه برتقال، نعم. فالحمد لله السنه دي خدت منها ارباح 40,000 جنيه. فدي الزكاه عنهم بتطلع عروض تجاره ولا عروض زراعه؟ انت مشارك واحد على ارض فيها تزرع برتقالا، ايوه، لك نسبة من الدخل ولا مأجرها؟ احنا مأجرينها نصرفه عليها طول السنة. يعني انت الذي تزرع يعني؟ هي مزروعة، احنا بنراعي الارض، الشجر، الارض طول السنة وبناخد المحصول. ايوه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. في مسألتك وجهان للعلماء من ناحية اخراج الزكاة عنها من عدمها. فهنالك فريق يقول تخرج الزكاة عليها، وذلك لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالألة نصف العشر. لقول الله تعالى: والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، إلى قوله: هاتوا حقه يوم حصاده. هذه أدلة القائلين، أو بعض أدلة القائلين بإخراج الزكاة عليها، سواء كانت خضروات أو ليست خضروات. ومن العلماء من قال: الخضروات ليس عليها زكاة، وكلمة الخضروات تعني الخضار والفواكه، وهم الجمهور من العلماء. ومن حججهم الحديث: ليس في الخضروات زكاة لكنه ضعيف. ومن أدلتهم أيضا أن النبي أمر معاذا أن يأخذ من اليمن زكاة من 5 أصناف ولم تذكر فيها الفاكهة. فهذا من أدلة الجمهور القائلين بذلك. وأرى والله أعلم أن أدلة الأحناف أقوى في هذا الصدد وأحوط للشخص في دينه، فيخرج عليها زكاة من نفس جنس المنتج. فإذا كانت برتقالا مثلا أخرج عليها نصف العشري، لأنه يتعذر إيصال البرتقال إلى مستحقيه، فإن أخرجت نصف العشر عليها بقيمة الخضروات التي عليها، بقيمة البرتقال التي عليها، فهذا شيء حسن وأحوط لكم في دينكم. فأنا أختار لك الأفضل لك في دينك والأحوط لك من أقوال أصحاب المذاهب أن تخرج عليها زكاة زروع نصف العشر. والله شيخنا دلوقتي انا مأجرها مثلا في السنه ب 100,000 وخدت مثلا ارباح 40,000، اطلع على ال 140,000 زكاه زروع ولا على ال 40 بس؟ كيف مأجرها ب 100,000؟ انا مأجرها، انا بقول مثلا مثال يعني. لا مثال غلط. كيف انت مؤجرها وفي نفس الوقت تاخذ زروعا؟ عايز اريد افهم. انا واخذ الارض
أنت مستأجر عفوا، أنت مستأجر أو الأرض ملك لك؟ لا الأرض مش ملك لي، الأرض ملك واحد ثالث، أنا واخدها مع واحد شركة مأجرينها منه. الأرض مزروعة شجر كشجر. أيوة أنتم أجرتم الأرض منهم، والأرض أيوة. أنتجت ب40,000. أيوة خصك 40,000، قلت لك تخرج الزكاة ل40,000، لكن هناك اتجاه آخر وهو اتجاه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، أنك تخصم تكاليف الزراعة، تكاليف الزراعة من الناتج. ده رأي من؟ ده رأي ابن عباس وابن عمر، أنك تخرج تكاليف الزراعة، تخرج تكاليف الزراعة قبل أن تخرج الزكوات. يعني أنا معلش برضو عم الشيخ، أنا الحتة اللي بسأل فيها، بس أنا دلوقتي على الصافي على الإيراد من الأرض، ولا قيمة الإيجار المال اللي أنا دفعته برضو في الأول أخرج عليه؟ لا، المال اللي أنت دفعته في الأول انتهى خالص، ليس له ذكر هنا إلا في حالة هيرد لي برضو من الإيراد. يعني أنا مثلا افترضنا إن أنا قطعة الأرض دي من 5 فدادين أجرتهم ب100,000، انا الارض باعت او جابت 100,000 وجابت فوقهم 50,000 او 40,000، يبقى اصبح صفر. لا لا لا، دلوقتي انت لخبطتنا في المساله. الان الناتج الذي جاءك 140,000، ايوه، انت تريد تخصم ال 100 اولا وتزكى على ال 40 او تزكى على ال 140؟ ايوه ده سؤالي. ايوه ما قلت لك في اتجاهان. الان اتجاه الجمهور انك تخرج على الناتج جميعا، يعني تخرج على 140,000. اتجاه ابن عمر وابن عباس انك تخصم الناتج، تخصم تكاليف الزراعة من الناتج، لكن رأي الجمهور احوط لك في دينك، اخرج على 140,000. اخرج زكاة زروع. ايوه زكاة زروع نصف العشر على ال 140,000 كلهم. هي نتجت اصلا ب 140,000، يعني أيوة. الزروع اللي خرجت ما خرجتش فلوس، هي خرجت زروع. ايوه لما انت قيمتها ب 140,000، تخرج زكاة الزروع. ايوه شكرا. لا اعلم اثارا يا اخ رمزي ابا مصطفى عن تكرار الصحابه للعمره من التنعيم، اما فعل عائشه رضي الله عنها فكان من أجل أنها تركت كان من أجل أنها تركت عمرتها وأدخلت الحج على عمرتها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. من فضلك يا شيخ، أنا في بداية جوازي من حوالي سنين، يعني أنا جوزي خلف. نعم عفوا. أنا في بداية جوازي من سنين استخدمت حاجه خاصه بجوزي، وهو عرف ان انا استخدمتها وحلف عليا بالطلاق ان انا ما استخدمهاش. الكلام ده كان في بدايه جوازنا من سنين. فانا في حد فكرني بالحلفان ده من فتره قريبه، يعني فانا دلوقتي جوزي بفكره بالحلفان ده، هو بيقول لي انا مش فاكر انا قلت ايه بالظبط، ولكن انا حلفت بالطلاق علشان انت ما تستخدميش الحاجه دي مره ثانيه. تهديدا. نعم للتهديد. بيقول عشان امنعك، بس هو مش فاكر هو قال ايه بالظبط. يعني هو على اي حال احتياطا يكفر كفاره يمين. ماشي يا شيخ مصطفى، ولا يقع طلاق ان شاء الله. الله يسلمك، بارك الله فيك يا اخي مصطفى الهبطي، الله يرفع درجتك في عليين. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخ انا من سنتين زوجي بيكلم نساء، تمام، انا متزوجه ومعايا 3 اطفال. الامر تم مره وكلمته وواجهته، تمام، الامر ووقف الموضوع مش هكمل تاني. رجع الامر تاني اتكرر، تمام، وصبرت والموضوع خلاص عدى. رجع الامر تالت اتكرر مع واحده متزوجه وعندها اولاد. لا كده هتطعن في عرض زوجك امام الناس، كلميني على الهاتف الخاص تفضلا. يعني طب اكلم حضرتك امتى يا شيخ؟ اي وقت تاني على الهاتف الخاص، قولي صاحبه المساله الخاصه، اما تشهري بزوجك لا نقبل يا اختي. هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها السفر لزيارة أهلها في الريف والخروج للعمل؟ أما الخروج للعمل فلا بأس، أما زيارة أهلها فمختلف فيه وأختار الجواز.
أصل المسألة مبني على حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى للفريعة بنت سنان لما خرج زوجها في طلب أعبد له قتلوه، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، إلا أن هذا الحديث في سنده مجهول. ومن ثم اختلف العلماء في المتوفى عنها زوجها هل تلزم بالاعتداد في بيت الزوجية أم لا. ألزمها بذلك ابن عمر وهذا أشهر الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، الذين منعوا المعتد من وفاة الزوج بالخروج من الخروج، ويروى عن عمر بسند فيه ضعف عن عثمان وابن مسعود. أما عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فترى إخراج المتوفى عنها زوجها من البيت، وكانت تخرج نسوتهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات وعليهن الضمات، فعائشة ترى الجواز. وروي ذلك عن ابن عباس، مدرسة ابن عباس، قالت مدرسة ابن عباس إن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، ولم يقل في بيت الزوجية. وهذا ينقل عن علي أيضا أنه كان يرحلهن، وينقل أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال بعض العلماء من أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر، ومن أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة، وأجنح إلى قول عائشة رضي الله عنها، وخاصة بعد تضعيف في الحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال يا فضيلة الشيخ؟ تفضل. أنا كنت شغال على عربية ملاكي، كنت واخدها إيجار من واحد. نعم، وبعده؟ بعد كده عملت حادثة بالعربية دي، والعربية دي كان هو جايبها قسط من البنك. تمام؟ فهو حكم إن أنا أشيل العربية بالحادثة بكل حاجة. فأنا صلحت العربية، بعد ما صلحت العربية في حاجة على العربية بتبقى اسمها تأمين إجباري. التأمين الإجباري ده بيطلع فلوس العربية لما بتقدم الفواتير بعد الإصلاح. نعم. فهل يجوز لي أن ناخد الفلوس دي ولا لا؟ أنا سأقول لك قولا. طب. هل أنت بعد أن أصلحت السيارة، تمام، إذا بيعت ستباع قبل بالسعر قبل الحادث أو أقل؟ لا، بالنسبة لغلو الأسعار. لا، ليس الغلو الأسعار. تمام. الآن إذا عندنا سيارة، تمام، حصل لها حادث وأصلحت، تمام، هل تباع بنفس سعرها قبل الحادث أم لا؟ لا لا تباع طبعا، يبقى معيوبة. يبقى معيوبة، فأنت الآن سببت في عيب لها، يقدر هذا العيب ويعطى صاحب السيارة الفارق والباقي خذه إن شئت. تمام. أو تبقى بالتراضي بينه وبينه. التراضي واسع، التراضي باب واسع ولا يحتاج إلى سؤال. تمام، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله خير. شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله. الله يبارك في عمرك. الله يسلمك. سؤال لو سمحت. تفضل. ليا صديقي كان طالب مني مبلغ من المال عشان هو معاه شريك في المحل، وشريكه كان عايز يبيع نصيبه يعني ليه، فهو عايز يشتري. هل يجوز لي ان انا اخد قرض من البنك وادخل معاه ولا؟ اعد سؤالك. ليا صديق طلب مني مبلغ من المال. ايوه. هو معاه عنده محل ومعاه شريك. ايوه. شريكه عايز يبيع نصيبه. ايوه. هو لما كلمني قال لي تعالى ادخل معايا خد نصيب شريكي عشان مش عايز يدخل حد غريب معايا يعني. فهل انا ليا يجوز لي ان انا اخد قرض من البنك وادخل معاه؟ هل يجوز لك أن تقترض قرضا من البنك كي تدخل شريكا في عمل لا يجوز لك؟ لا يجوز لي. نعم. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. كان عندي سؤالين بس بعد إذنك. تفضل.
بتكلم عن زكاة المال، هي تجوز للأخت المطلقة إذا كانت فقيرة. إذا كانت لا تقدر يعني تجوز. زكاة فقيرة مطلقة وسرية لا تجوز لها الزكاة. تمام. طب نقطة تانية، زكاة المال هي ينفع إن أنا يعني حضرتك تعرف اللي هي المؤسسات اللي هي يقول لك حول عن طريق البنك والحاجات دي، يجوز فيها برضه زكاة المال ولا لا؟ مش فاهم يعني. يعني المؤسسات اللي بتبقى موجودة اللي هي مثلا المستشفيات أو حاجات زي كده لما بتحول المستشفيات لا يجوز أن تخرج الزكاة للمستشفيات. لا يجوز. نعم طبعا. لا تجوز زكاة للمستشفيات ولا لبناء المساجد ولا للقنوات الفضائية ولا لنشر كتب العلم الشرعي ولا لشراء مصاحف، إنما كما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طب بعد اذنك، هم في اوقات بيبقوا حاطين مثلا زي تطبيقات كده وبيقول لك دي للزكاه بس، زكاه المال بس. قلت لك لا يجوز في تطبيقات في المستشفى يعني ولا ايه؟ لا لا لا، هم بيبقوا مثلا مؤسسه وبتطلع زي بيبقى كاتب كده ان انت تختار صدقه او زكاه مال أو اذا كان القائمون عليها امناء وفقهاء. تمام. امناء وفقهاء. وفقهاء. اما امناء وليسوا بفقهاء فلا يصلح، اما فقهاء وليسوا بامناء لا يصلح. لازم يكون الشرطين موجودين. الله يسلمك. الله يكرمك. في سؤال بقى تاني، معلش سامحني. تكبيرة الاحرام، يعني مثلا واحد بيصلي السنه. تمام؟ والامام خلاص يعني اقام الصلاه وهي يعني هي خلاص هيكبر تكبيرة الاحرام، وهو مثلا في اخر الركعه الثانيه من السنه مثلا وشايف ان هو هيلحق الركعه الاولى. لكن هل تكبيرة الإحرام بتقعد لحد الركعة يعني لحد ما يركع؟ هو مأجور إن شاء الله، مأجور بإذن الله. تمام. بس يدرك يسعى لإدراك الركعة الأولى إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخ سيد الصاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. حسن معاك من أسيوط. اتفضل يا حسن. لي اخ صغير، انا طبعا كان يلعب كوره في النادي وكده، ولما جه متاخر وكده وانا شديت انا هو وحلفت انا بالطلاق طبعا، ان هو لو شفتك في النادي هتشوف هنعمل فيك ايه. فانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك. انا عندي سؤالين من فضلك. السؤال الاول، ان شاء الله باذن الله تعالى رايح الحج السنه دي، هل لو انا لبست الاحرام على الـ على الـ على الملابس الداخليه اللي هي السفليه بنيه ان انا ادخل الصحن يعني عشان اصلي بالقرب من الكعبه، لان هم مانعين الغير المحرمين الدخول، يعني انا مش هبقى محرم مجرد لبس فقط، يعني هل ده غش ولا عادي ممكن، خصوصا ان بيبقى في مكان يعني اعتذر لا خصوصا ان بيكون في مكان متاح في الصحن. لا انصحك لا تفعل. لا افعل. طب السؤال الثاني من فضلك، انا ليا صديق كان بيحج السنه اللي فاتت وطاف طواف الوداع الساعه 4 عصرا، على اساس ان هم الاتوبيس هيتحرك الساعه 6 من مكه الى المدينه، فالاتوبيس اتاخر الساعه 10 بالليل، فهو دلوقتي لا حرج. لا حرج. نعم. هو بيسالني يفدي هناك ولا يفدي هنا ولا لا حرج ولا فديه عليه. ولا فديه عليه. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا امة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى العدو معايا؟ معك. انا عايز ارسلك تدعي لي بس بالله عليك يا شيخ. الله يوفقنا وياك ويصلحنا وياك يا رب. ادعي لي بالله عليك عشان انا في كرب شديد، ادعي لي ربنا يفكها عليك كده ويرزقنا حيث لا احتسب. الله يكشف عنا وعنك كل كرب يا رب. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في حضرتك يا مولانا. فيك يا رب. ممكن سؤال؟ تفضل. أنا ليا صديق وكلني في إن أنا أمحر له الشقة بتاعته، أجيب له حد يمحرها. وبعدين وكلت أخي بالموضوع ده. فأخي جاب صنايعي وعرفت بعد كده إن هو كان المتر ب 14 جنيه، حاسبني على 14 وهو حاسب الصنايعي على 12 وخد ال 2 جنيه الفرق.
فهل ده في مشكلة عليا ولا ايه؟ طبعا في مشكلة عليك، يعني انا موكل ووكلت وكيلا بعد. توكلت وكيلا حرامي. لا، هو المعروف انه ب14، هو اداله الفرق ده بناء على انه جايب له الشغلانه. انت وكيل والوكيل يلزمه ان يكون امينا. تمام. تقول لصاحب العمل انا حصل كذا كذا كذا، مسامح في الاثنين جنيه ولا اجيبهم لك؟ اختصارا. تمام. قد يقول انا مسامح، خلاص اكل اخوك الرزق حلال طيب. تمام. لكن اذا قال مش مسامح ترد عليه الفلوس. تمام. هي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدنا. اتفضل. جزاك الله فضلا وعلما وعافيه. حياك. مبارك يا سيدي. الله يبارك فيك. في احد الافاضل. نعم. احد الافاضل عنده وديعه في البنك. احد الافاضل عنده ايه؟ احد الافاضل سالني عنده حد عنده واحد عنده وديعه في البنك. واحد عنده وديعه في البنك. ايوه، وطبعا كل سنه بتطلع والعياذ بالله فايده او ربا 60,000 جنيه. طيب بعد. طيب غير طيب وبعد 10 سنوات وبعد توفى تقسيم الوديعه دي ازاي؟ يطلع منها الربا وياخد الاساس ولا ايه؟ يطلعوا الربا وياخد الاساس. لو كان يؤمنون بالله واليوم الاخر. وجزاك الله خير يا فهيم. السلام عليكم. عليكم السلام، انت كيف مصطفى؟ الحمد لله. ورقه صغيره عبد الرحمن. اتفضل. ليه سؤالين عند حضرتك. اتفضل. اشتريت من تاجر سلعة واتفقنا على كل حاجة، جيت اديله فلوس فقال لي لا اخليها ايه لبكرة لما الحاجة تيجي هاخد الفلوس. تم البيع. تم البيع بس هو ما خدش فلوس. مش مشكلة، لكن تم البيع. فجيت تاني يوم استلم الحاجة فهي زادت الضعف فقال لي لا ده خلاص كده ايه مش هينفع. نقض البيع هو. خلاص. فهو وقال لي كده وهو في اعتقاده ان كده حلال، هو كده حلال ولا حرام؟ لا كده حرام. طب السؤال الثاني يا شيخ مصطفى، التجار بيحلفوا ويقول لك في تعريف في الحلفان يقول لك والله ما عندي وهي عنده، فلما جيت سالت واحد منهم قلت له انت حلفت بالله؟ قال لي انا كان في نيتي ان انا مش عندي في المخزن ده، في المخزن الثاني. هو يجوز التلاعب بالنيات والكلام ده يا شيخ مصطفى؟ لا، يمينك على ما يصدقك صاحبك. صح كده. تمام. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والدي توفى منذ 10 أيام، أسألك أن تدعو له. الله يعافيه يرحمه رحمة واسعة والدينا والمسلمين يا رب. ما أفضل الأعمال التي يمكن أن أعملها له؟ الدعاء، الصدقة، الحج، العمرة، قضاء النذور، قضاء الديون، نحو ذلك. تمام يا شيخنا، شكرا جدا. الله يسلمك. يا رب. السلام عليكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليك الساعة 3. عندي سؤالين. تفضل. جزاك الله. شرع المسيح حديث من سأل الله الجنة ثلاث قالت اللهم ادخله إياه. والله أحتاج مراجعة سندي. ماشي. السؤال الثاني، لو في عجلة للضحية وعندها ويعني ما تمتش السنتين الا 3 أشهر، هل يجوز؟ عجلة؟ ايوه. كسرت ولا ما كسرت؟ هي شبه كسرت كده يعني. شبه كسرت. من حد عاد تكسر. ما في كسرت ولا ما فيش كسرت او لم تكسر؟ هي معروفة يعني يعتبر في البيت بس هي لها 2 إلى 3 أشهر. بالضبط. ما يلزم تاريخ ميلاد يعني. السؤال الرسول قال يعني ما كانوا يسجلوا تاريخ ميلاد للبقر، اللي كانوا يعرفوها بالكسر. السنتان الاماميتان ظهرتا بعد سقوط الاسنان اللبنيه ولا لا؟ اسال الجزار يفتح فمها يعرف كسرت ولا ما كسرت. تمام، جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل. رب تكون بخير. بعد إذنك سؤالين كده.
الحمد لله. في التبس عليا يعني اللي هي قلنا نعم، التبس عليك ماذا؟ هذا عينيك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، نعم نعم، يعني آية اللي هي ولا تعد عينيك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، نعم والآية الثانية اللي هي قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد الطيبات من الرزق. هو الواحد المفروض يعني يبتعد عن الزينة وعن الخروج والفسح وكده ولا يعني؟ لا تعارض أبدا، لا تعارض، لا هي يعني لا تصرف نفسك عن الفقراء وتتجه إلى الأغنياء، ترفض أهل الإيمان وتتجه إلى الكفر رغبة في زينة الحياة الدنيا، ده المعنى الأول. لكن أنا عندي فلوس وأردت أن أستمتع بها في الحلال وأعطي الفقراء والمساكين ونحو ذلك، لا بأس أبدا، ما في تعارض. تمام. السؤال الثاني، إنما جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم، كأبي جهل وعتبة بن ربيعة كبار المشركين، وقالوا لرسول الله اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا، اطرد بلال عمار هؤلاء، اطردهم فقراء كيف نجلس معهم، لا يجترئون علينا. فحدثت رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم نفسه بما شاء الله أن تحدثه، تمام. فوقع في قلبه شيء فنزل واصبر نفسك مع الذي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. تمام، جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. وإياك. السؤال الثاني، الحديث بتاع حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والمقابل له ثلاثة حق على الله أن يعينهم، الناكح يريد العفاف. طيب. يعني المفروض الواحد يعني يفهم الحديث الثاني إن هو الواحد لو حتى مش قادر على الزواج يتقدم ربنا هيعينه. لا مش كده، حديث مش كده يعني، ما هو انت ما تأتيش يعني بنات الناس تضيعهن، انما وعد من الله انك اذا تزوجت يعينك الله، ممكن معك تكاليف الزواج ولكن تكون خايف من بعد الزواج اكلها منين، تمام. فربنا وعد انه يعينك. تمام، جزاك الله خير، الله يسلمك. شكرا شكرا لحضرتك، شكرا، الله يكرمك. نسألك الدعاء، نسألك الدعاء. بارك الله فيك. تزوج تزوج، انت نفعك فلوس ولا معانا الحمد لله. طيب انت طالب ولا موظف؟ لا شغال الحمد لله، الحمد لله خلاص. شغال. انا حضرتك عارفني اصلا، يعني ينفع حضرتك لو موجود يوم الاربعاء الجاي قابل حضرتك؟ ينفع ايش تيجي لي كده وانت خاطب وحلو كده، ما تقولش يعني في حديث ضعيف بس مش هذكره لك، شرروكم وعذبوكم، لكن حديث ضعيف. تمام. لكن رسول الله ينادي، انت من معشر الشباب ولا من معشر الاطفال؟ لا شباب طبعا. الرسول بيقول يا معشر الشباب اكمل ما استطاع منكم الباء فليتزوج، النداء لمن؟ لمعشر الشباب. بالظبط. الا اذا كنت من غير يقول لي من رجال، ده موضوع يخصك. لا لا لا، ان شاء الله ان شاء الله ندور على صالح. السلام عليكم. الله باذن الله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا استاذ سعد السويدي وحفظك الله. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته، مش مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. بعد اذنك سؤالين لو سمحت. سل. حكم تعلم المقامات الصوتيه والقراءه في المياتم. لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ كيف الحال؟ الحمد لله. الله يكرمك، ربنا يعزك. بقول لك أنا نعم 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 يقول التواصل يكون برسائل ايميل. ايه ده؟ اريد سؤال الشيخ بخصوص تطبيقات مثل زواج الدكتور فلان، لا اعرف عنه شيئا.
لا أعرف عنه شيء. إن كان الزوج يريد تعدد الزوجات ولا ترضى هل يجوز أن يخفي عنها الزواج ويخبرها؟ ما ورد إخفاء الزواج عن الزوجة، هذا غش وجبن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا زي حضرتك. الحمد لله. دلوقتي بس أنا عندي استفسار بسيط. استفسر. حضرتك دلوقتي أين الله؟ الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ طب معلش إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه. أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. أنا حضرتك بس إزاي يكون في السماء؟ في واحد يا أخي ضل خرج. ماشي، أنا عايز أفهم بس يا مولانا بعد إذنك. بالله ما تفهم القرآن، أنا كلمتك كلمة من لساني ولا من كلام الله هو؟ طيب ماشي، ما برضو في حاجات لازم نفهمها، يعني العقل لازم نفهم. أنا بس عشان برضو عايز أفهم. خلاص أنت ما بتفهمش، بقول لك أنا الله بتقول لي بقول لك في السماء وأنت مش راضي تفهم، وخلي واحد يفهمك. كيف يكون الله؟ اجلس جادل، يعني مش فاهم يعني الله. واللي بيدعو ربنا يا رب ارزقني ولا يا رب ارزقني، افهم. اللي بيدعو الله يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ولا يحفرها في الارض يا رب يا رب، ما تفهم يا اخي. صلى رسول الله، دعك من الاشاعرة المجانين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول مش فاهم، مش فاهم البدهيات، مش فاهم ما بعدها. السلام، اتفضل. عليك كفارات يمين كتير عم الشيخ مصطفى، انا وزوجتي. كفارات ايمان؟ ومش عارفين، مش عارفين نحسبها خالص. زود الكفارات من عندك شوية. نعم، زود الكفارات شوية من عندك. تظن ان عليك 10 كفارات او 11، خليهم 12 كفار. طب مقدار الكفارة قديام؟ اطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط. يعني عجزت صمت 3 ايام. تمام، خلاص. بعدين ما هوش تحلف انت وزوجتك، انتوا الاثنين كده زي بعضكم تحلف العمال والبطال ولا ايه؟ مش فاهم. لا ده كان زمان والله سيدنا، بس بطلنا الحمد لله. طيب الحمد لله، الله يزيدكم توفيقا ولزوما للسنه. تفضل. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. رحتك لو سمحت، كنت عايز اتصل من حضرتك على حاجه. انا كان معايا مبلغ من المال في الدولار، وفكيته واديته لاخونا علشان يشغله، ورسينا على الله يكسب نكسب نخسر ده، يعني يشغله معاه. وبفضل الله هو بعد اول سنه كسب، وبعد كده انا طلبت منه طبقا لاتفاقنا ان انا اسحب فلوسي، اقول له قبلها بشهرين انا محتاج فلوس، لان الفلوس طبعا قيمتها نزلت جدا جدا بسبب الدولار. انا كنت عاملها بالدولار وحوزها بالجنيه، وبعد كده حبيت ارجعها تاني بالدولار. فقلت له انا عايز فلوسي، فقال لي مفيش مشكله تدخل الشهرين. بعد كده الشهرين بقوا 3، ما جابش حاجه، بدا يبقى فيه مماطله يعني. ففي الاخر قلت له انا محتاج فلوس ضروري جدا، فما قدرش يوصلها. فقلت له خلاص، انا لحد النهارده وقفت الدنيا كده كلها. انا كنت اعطيك مثلا 100,000 زادوا بقى مثلا بعد كده بقوا 120,000. خلاص انا هستلم منك، يعني انا هاخد منك 120,000 النهارده احولهم لدولار. مثلا عملوا مثلا 2000 دولار. خلاص يبقى انا ليه عندك 2000 دولار؟ كان انا وقفت النهارده الدنيا وغيرتهم بالدولار وانا سايبهم عندي. فدلوقتي لا 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 لا, لا, لا غلط. غلط. اسحب فلوسك 120,000. ما هو الفلوس انا اتفقت معاه، قلت له هاخدهم بعد شهرين. غلط. شهرين ما قدرش يوفرهم، استنيته تاني شهرين على الميعاد اللي هو بيدوني، وسيبته تاني بيديني ميعاد بعدها بشهر، ميعاد بعدها بشهر، ومش قادر يوفر لي الفلوس الميعاد اللي هو بيديهاني. لا يجوز ما تصنع، لانه بيع الغائب، بيع عمله غائبه لا تجوز. اقبل يستلف لك حتى يقترض اي 120,000 وتاخذهم انت. حبيت تغيرهم دولار غيرتهم فلوسك وتسلمهم لدولار تاني.
لكن بالطريقة التي تقولها أنت لا يجوز. شكرا. حاضر يا أم يحيى حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله، جزاك الله خيرا. عندي سؤالان يا شيخ، بارك الله فيك وفيك. السؤال الأول، كنت ماشيا في الشارع فرأيت امرأة متبرجة فقلت يا لطيف، كررتها عدة مرات، هل علي إثم أو ماذا؟ ليس عليك ليس عليك إثم. نعم. والسؤال ليس استهزاء أو شيء من هذا القبيل. ليس عليك إثم، انتهى. ونعم. والسؤال الثاني، كان شخص يصيح في الشارع بقوة فقلت له حرام عليك إنك هكذا، فهل يعني إن واسطه بقول الله تعالى إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، يعني لا ترفع صوتك، بس لا تقصد حرام الحكم الشرعي إنه حرام، لكن هذا مكروه إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شيخنا. وأهلا بك ومرحبا. بارك الله فيكم. تفضل. الله يكرمك شيخنا. بالنسبة شيخنا للطواف حول الكعبة، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه يعني أيات ساعات شاء من ليلها ونهار. الصلاة شيخنا متاحة أيضا في أوقات القرآن بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهمي له أن المراد صلاة ركعتي الطواف، تصليها كيف شئت في أي ساعة من ليل أو نهار، لارتباط الحديث أو آخره بأوله، لارتباط آخره بأوله. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا، اخوك عبد المحسن معاك. يا مرحبا يا دكتور عبد المحسن، وفقك الله. الله يحبكم في الله، كان سنه من صالح دعائكم شيخنا. احبك الله الذي احببتنا فيه وانت كذلك. نسال الله ان يعينكم وان يقويكم على طاعته. شيخ عبد المحسن الله يحفظك ولك بمثل. اقرا لنا ثلاث ايات اشتقنا الى تلاوتك. الله يكرمك شيخنا، ربنا يعزك. وياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حسبك، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. الله يكرمك، جزاكم الله خير. شدد الله على الضرب طريقك. الله يكرمك. بلغ خان عبد الرحمن السلام يا شيخنا. يصل، يبلغك الشيخ الدكتور عبد المحسن حفظه الله السلام، ويناشدك أن تتزوج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يديم عليك النعمة يا رب يا شيخ. يا رب علينا وعليك وعلى السامعين والسامعات، يا رب يا رب ثبتنا وإياكم على الحق. اللهم أمين يا شيخ. تفضل. سؤالين، رأي حضرتك في كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة. والله هو في الجملة طيب، الحمد لله. يعني أنا لسه متوسط في العقيدة، ما
ده بدراسة شرحه وكده. والله الكتاب في الجملة. طيب في بعض التعليقات، كان أحد الإخوة من طلبة العلم عندنا قديما من مدة عفوا اسمه فارس المصري حفظه الله، له بعض التعليقات على هذا الكتاب ورجعتها، أظنه طبع في الغالب. الله يوفقك. ماشي يا شيخنا. سمعت حد من الأشاعرة تقريبا، أحد مش حد، أحد أحد الأشاعرة مش حد من الأشاعرة، أحد الأشاعرة، أحد الأشاعرة تقريبا كان بيقول إن المشايخ اللي هم باعتقاد السلف يعني ليس لهم سند في الفقه، هم بيدرسوا من الكتب وخلاص ولم يأخذوا منهم أصحاب الاعتقاد السلف ليس لهم سند في الفقه. يعني ما معنى سند في الفقه يعني؟ مش فاهم. يعني هو كل شيخ لازم يدرس الفقه على حد من مشايخه حتى يوصل له للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. من قال إن لازم كل واحد يجيب سند حتى يصل للرسول؟ ومن عرفني إن شيخك شيخك ثقة؟ إذا جينا نحرر من ناحية الأسانيد، مثلا تقول حدثني زيد عن عمرو عن خالد عن فلان، على ما تصل للرسول عليه السلام في على الأقل الآن 50 شخص. أيوه 50 شخص، من عرفني ان الخمسين شخص ثقات؟ ممكن يكون فيهم واحد كذاب. يعني هو بيقول ان من اين ناتي بتراجمهم؟ لا تضحكوا على الناس بهذا الكلام يا اخي. شكرا. الاخ سيد ابن احمد كان يقول الاخ الاشعري اللي مش فاهم كلمه في السماء، يعني يقول لك اذا كان يا اخي فرعون فهم من موسى ان موسى عليه السلام يقول ان الله في السماء، بدل قول فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ما قالش احفر حفرة إلى الأرض إلا أطلع إلى إله موسى، ولا شوفوا لي هو فين عشان أمسكه. فرعون نفسه الكافر ما قال هذا. فرعون فهم أن موسى يقول إن الله في السماء، وربنا قال في شأن المسيح إني متوفيك. كمل يا عبد الرحمن، أكمل. ورافعك إلي، ما قالش وخافضك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. ما أدري الأشاعرة هؤلاء ماذا يقولون. واحد طلع ضال مضل اليوم ولا من أمس، هو اتبع صوفي بغيض قديم من أئمة الضلال، الذي يقول العبد رب والرب عبد ليت شاري من المكلف، هكذا يقول. مش عارف مين الضلال بدا يطلع الايام دي كده. لابد لاهل السنه ان يقوموا هذه الانحرافات العقديه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت بكلمك من نيمة شويه بس الخط قطع. خير يا رب، الله يجعله خير. الله يكرمك. بقول لك انا كنت ببيع شقتي الشقه، وبعدين الراجل اللي هو جاي يشتري مني الشقه الفلوس بتاعته، هو اصلا كان اخد قروض من بنوك، وانا لان هو كان قريب مني فعارف اللي هو بيتعامل في قروض ربويه، وقع في اكتر من موقف قبل كده اللي هو كان بياخد فلوس من بنوك وكده وناس تديله فلوس ومشوار ربا وكده، فهو جاي يشتري الشقه مني بفلوسه، فهل انا الفلوس بتاعته دي انا في وزر عندي؟ اذا بعت شقتك لكافر جاز لك ان تبيع الشقه لكافر، بس الفلوس اللي انا هاخدها منه ما فيهاش اي وزر بالنسبه لي. انت دخلت عليك بطريق حلال. الرسول عليه صلاه الله وسلم اشترى من كفار وباع لكفار، هل يسأل من أين أتيت يا كافر بهذا؟ امرأة يهودية دعت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شاة فذهب وأكل، ما سألها أطعمت الشاة من الحلال ولا من الحرام. الرجل جبار أهدى لسارة هاجر هدية، ما سألته سارة أنت من أين جبتها، خطفها ولا يملي؟ وإبراهيم قبلها عليه الصلاة والسلام. أهدى ملك مصر المقوقس للنبي عليه الصلاة والسلام ماريا هدية أختها نسرين وهدايا أخر. أهدى ملك أيلة للرسول بغلة، كان ملك أيلة كافرا،
فما في مانع أنك تبيع شقتك لشخص نصراني أو لشخص ما ندري عن ماله. أنت أخذت مالا حلالا دخل عليك أنت بطريق الحلال لأن مقابل شقة. فهمت يا صاحبي؟ جزاك الله كل خير يا شيخ. وإياك الحبيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا شيخ مصطفى، أنا كنت بس عايز أسألك في السؤال. أنا عارفة أن السؤال كتير، بس هو الإسكان الاجتماعي. هو أنا دلوقتي كنت من فترة كده زوجي كان مقدم وكده، وما كناش نعرف يعني، كنا جاهلين بالموضوع. وبعد كده لما سمعت فيديوهات ليك بالصدفة، كنت سألت الشيخ حازم شوماني الأول، قال لي لو البنك اشترى الشقة يبقى كده يعني حلال تقريبا. الله يغفر لك وللدكتور حازم عموما. لا لا مش الشيخ حازم يعني، انا سألته في الاسئلة يعني، في لما ادانا ارقام يعني وكده، فزوجي فهمني الموضوع كده، قال لي لو البنك اشترى الشقة وقسطها لي وكده. المهم ان احنا كنا هننهي الموضوع، اكتشفنا من يومين ان هو البنك سحب الفلوس وان الموضوع خلاص انتهى. فمش عارفه طب بالله عليك يا شيخ يعني، اعتبرني بنتك يعني، وقول لي اعمل ايه. الله يبارك فيك ويحفظك. الحمد لله والصلاه انا خايفه خالص والله يا شيخ. طيب اصبر علينا معك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد اذا كنت تحريت الحلال وافتاك شخص، او اشتريتها بجهل، افتاك شخص انها حلال او اشتريتها بجهل، فلا اسم عليك واستمتعي بها. وانا كنت حاسه ان هي فيها حاجه، لان لما البنك بيدخل فحسيت. فبعد كده فلما سالت فزوجي فهم كده، بس ما خلاص احنا اتفقنا انك اشتريتيها جهله ولا عالمه. لا والله العظيم انا لما قال لي طيب خلاص الحمد لله ما لست عالما، انما بنيت على فتوى وتبين لك خطأ بعد ذلك. لا اسمع عليك، الله يستر عليك. الله يكرمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مش مصطفى؟ الحمد لله طيب من فضل الله. الله يحفظك. من فضلك يعني اتسع صدرك ليا، عندي بعض الأسئلة والله. بعدين من امبارح من الشيخ والله وصلت. من البارحة لازم نعدل كمصريين كلمة امبارح. البارحة. لأن المغنيات المصريات بيقولوا امبارح. امبارح هي الصح. البارحة. نغير جميعا. امبارح. البارحة. الصواب البارحة. البارحة. أنا بإذن الله طالع حج السنة دي خدمة حجاج. اللهم تقبل يا ربي منا ومنك ويسرها لنا ولك وللسامعين والسامعات. اللهم آمين. اللهم آمين. فسيدنا الهدي مش هيبقى معايا مبلغ سوق الهدي. مفرد ولا متمتع؟ مفرد أو متمتع أو قارن؟ أنا أتمنى أكون متمتع إن شاء الله. يعني ما تمتع وما معك ليس معك فلوس صم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. أيوة طيب أنا دلوقتي الثلاثة هناك في الحج دلوقتي، لازم ممكن لازم في مكة؟ طبعا في مكة. أمال هيكون لو أنا يعني لو أنا صمت مثلا، ما هو ينفع صم من ضمن الأيام بتاع الجمرات صم الثلاث أيام ولا ما ينفعش؟ يعني منا ما هي منا داخل الحرم أيضا. أيوة أنا أقصد يعني يوم العيد يخلص أصوم بقى مثلا ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، رابع يوم العيد عادي، ولا لازم الأيام التشريق دي تخلص؟ لا مستثنى من المنع من صيام ايام التشريق من عليه صيام الحج. طيب الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حياك ولك بمثل يا شيخ مصطفى الجوهري. هم يقولون الجوهري واقول لك الجوهري. الجوهر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا، ربي يغفر لي ولك. تفضل. حفظك الله وكلاك ورعاك. ولك بمثل. أود أولا أن أشكر فضيلتكم على هذا الدرس الممتع الذي ألهم مشاعرنا وإيقظ في قلوبنا أشياء طيبة. وعن حديث عمرو بن العاص رضي الله عن الصحابة. الله يبارك فيك. قصة وفاة عمرو بن العاص رضي الله عنه كانت في درس اليوم. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أنا بحبك في الله، ربنا يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
ربنا يجزيه خير. معلش يا شيخ، انا ليا اختين بنات يعني كبار ومتجوزين وعندهم اولاد وكده، ولكن حصل خلاف ما بيننا. الخلاف سببه ان هم بيتكلموا عن بنتي، بنتي عندها 17 سنه والحمد لله بنتي كويسه، يعني انا اعرف عنها انها مؤدبه وكويسه. بنتك لكن بيتكلموا عنها بطريقه مش كويسه. عفوا هاد لي السؤال من الاول. بقول لحضرتك ليا اختين. لك اختان. لك اختان. ليا اختان، تمام. بيتكلموا عن بنتي اللي هي عندها 17 سنه طريقه مش كويسه في ادابها واخلاقها، وانا متاكد ان بنتي ادابها واخلاقها يعني مؤدبه وكويسه، وهم ما عندهمش اي ادله او اي حاجه على هم بيقولوه. طيب. واولادهم، ولاد اختين دول ولد وبنت برضو، يعني بيغلسوا على بنتي بالكلام وبيتكلموا عنها ومعاها بطريقه مش كويسه خالص. وطبعا احنا في بلد ارياف، في اي كلام هيتنشر او هيتقال هيسوء سمعه بنتي ويعطل زواجها وكده. فانا علشان ما يحصلش الظروف دي اضطريت ان انا دلوقتي ما بروحش ازورهم ولا بروح لهم بيتهم، ولكن لو قابلتهم بسلم عليهم. فهل بالطريقه دي كده انا اسم، انا كده يعني عندي ذنب ولا عادي؟ لا لست باسم، لكن بين الحين والحين كل خمس شهور ست شهور اربع شهور هدية وروح لهم تكسر الحاجز. ما المشكلة يا شيخ ان انا لو رحت لهم، هو ما فيش مشكلة لو انا رحت لهم، بس لو رحت لهم هم هيجوا لي وهيبقى ايه، ويرجع بقى حبل الود يمتد تاني ويرجعوا يعني كل اربع شهور مرة تاني. كل ثلاثة كلها ان هم مش شايفين ان هم كونهم بيتكلموا على بنتي بالشكل ده، مش شايفين ده خطأ وشايفين ده حاجة عادية، وايه المشكلة وايه اللي حصل. فانا بصراحة انا عامل كده علشان ما اروحش يعني عندهم، هم يجوا عندي ويتكلموا عني تاني. اصبر، انت نصحتهما؟ ايه؟ ايوه طبعا، انا ده الكلام كان موجه ليا بشكل مباشر، وطبعا انا يعني نصحتهم وطلبت منهم ان هم ما يعملوش كده، ولكن ما كانش فيه منهم اي اهتمام بالموضوع. يعني انا ابن اختي عنده 18 سنه كان بيقف قدام بيتي باستمرار مستني بنتي تخرج وتدخل، فانا طلبت منهم يمنعوه، لان هو اصلا ملوش يعني ده مش جنب بيته ولا قريب منه، ليه واقف قدام بيتي؟ فكانوا بيردوا لا، طبعا من حقه يقف، وايه المشكله انه يقف في الشارع؟ تمام. يعني انا شايف طبعا في الاخر، طبعا انا برضو انا راجل من الارياف وخايف على سمعه بنتي، وعايز ربنا يكرمني وما يحصلش مشكله وما يعني تتجوز، ربنا يكرمها بالزواج. بالطريقه دي طبعا في بلد ارياف بالشكل ده مش هيحصل زواج طبعا. في حد منهم يريد ان يزوج بنتك لابنه ولا حاجه؟ مش لا، هو ال 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 لا اختي ولا جوزها عايزين، ولكن هو ابن اختي ده قال الكلام ده وقاله بطريقه مش كويسه، قاعد يقول دي بيتكلمني في التليفون، دي بتحبني، دي مش عارف ايه، وده ما حصلش. يعني انا عاوز افحلها يعني عشان تتجوزوا. ماشي. المهم على كل حال انظر الى الصالح وافعله قدر الاستطاعه، وخليك بالوصله ولو بالهاتف. جزاك الله خير. ربنا يجزيك. مع دعاء لن يصرف عنك السوء المكروه، اهم حاجه في الموضوع. امين يا رب. ربنا يبارك. الله يسلمك. ربنا يحفظك. الله يبارك فيك. ربنا يأتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا فضيلة الإمام؟ الحمد لله، أظنك من اليمن. نعم يا سيدي. النبرة يمنية، تفضل. كيف الحال، طيبين؟ الحمد لله، في نعم من الله، نتقلب في نعم الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله بركاته يا مولانا. تفضل. الله يحفظك شيء. حياك. لي سؤالان يا مولانا. سل. دلوقتي انا لو داخل قبل الاذان المغرب. ما ينفعش قبل، لازم قبل. ماشي. لو انا داخل قبل صلاة المغرب. وبعد. الاذان. وبعد. هل اصلي ركعتين تحيات المسجد ام لا؟ اشد اوقات الكراهية، الجمهور يمنعون. وكان ابن عمر يمنع من التحري تحري الغروب والشروق، بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. فالجمهور يمنعون. وقليل ومن العلماء من قال لانها من ذوات الاسباب تصلى. لحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فالامر فيه ساعة اذا اخترت اي رايين. طيب يا مولانا. نعم. دلوقتي في ناس ساعات بيقول لك اقرأ الفاتحة للميت.
لم يرد أن النبي قرأ الفاتحة للميت، لم يرد، لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة لروح فلان ولا روح فلان. بارك الله فيك الشيخ. وفيك الله حزب. السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرر شكري لفضيلتكم على هذا الدرس الممتع، فرضي الله عن إمامنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. آمين يا رب. شيخنا عندي أربع مسائل. سأل. الأول، حكم المسح الرأسي في الوضوء ثلاثا. نعم. الثاني. الثاني، هل إذا نسي الإمام أهل يجد السهو؟ نعم. الثالث. الثالث، الحلف بأمانة الله عز وجل. كيف ستقول؟ يعني شيخنا في أحد الشعراء يقول: إذا ما الخبز تهدمه بلحم فذاك أمانة الله تريده، والمعنى أحلف بأمانة الله. إذا حملت على الحلف فالرسول يقول: من حلف بالأمانة فليس منا. نعم شيخنا. السؤال الرابع يا شيخنا، وأرجو يعني ألا تتهموني بالاختلال العقلي. لا لكن يعني أنت أعلم حكم أكل. ها؟ حكم أكل العصافير هو ذبحها وأكلها. حلال. جزاكم الله خيرا إمامنا المبارك. وإياكم الله حفظك. أما عن مسح الرأس بالوضوء ثلاثا، السنة مرة واحدة. أما الرواية التي فيها مسح رأسه ثلاثة رواية شاذة. أما إذا نسي الإمام آية فلا يسجد للسهو. السجود للسهو لا يدخل. بارك الله فيكم. ما الحامل لك على السؤال عن أكل العصافير؟ الحامل لي يا شيخنا أنني أنني يعني في مصر في بعض الأسواق امرأة تجلس وتبيع هذه العصافير، تذبحها وتشويها وتبيعها. طيب. ما قرأت حديثا رواه الإمام النسائي في هذا الأمر بعدها يعني قدرا وليس فأحببت أن يعني أعرف صحة هذا الحديث أو الحديث؟ أو اتجاه هذا الفعل من هذه المرأة يعني. ما الحديث؟ والله يا شيخ ما أعرف أي ماشي. تفضل. حديث عمري ما بنساه لكن ليس تحت هذه البلان يعني. طيب ماشي شكرا. حلال من اكل العصافير. بس في ناس بتبيعها في مصر يا شيخنا. ما تبيعها، ايه المشكلة؟ خلاص ماشي يا شيخنا، جزاكم الله خير. يا عم الله يسلمك. ربنا لك الحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى، اخبارك؟ الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا شيخ مصطفى؟ طيب ولله الحمد. يا رب دايما. شيخ كنت قرأت الفتوى عن جواز المسح على الخوفين، وأنا بلبس شراب اللي هو الشراب المحجبات الأسود، أمسح عليه ولا أقلعه وأغسل رجلي؟ شراب؟ أنا بلبس اللي هو الشراب المحجبات الأسود القماش ده. وأصل المسح على الجارب فيه خلاف، إن اخترتي الجواز فلا بأس لك رأيك، لكن أصل المسح على الجارب فيه خلاف. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ بالله عليك ما تقفلش غير لما أخلص الأسئلة، الله يكرمك. الله يسلمك. أنا خلاص حسب نوع السؤال لا أعدك. سؤال. لا والله انا كنت بسالك على الحج من دقيقتين بس انا ما عرفتش اوصل لك حضرتك يا فندم بسرعه. لا باس اذا سالت اسئله عقله مفيده سنجيب، غير مفيده سلامتك. الله يحفظك. الله يحفظك. انا دلوقتي المبلغ بتاع اللي انا هدفعه في الموضوع بتاع الحج دلوقتي مش كامل كله تحت ايدي، فانا دي رويشه من الرويش بتاع الجماعه عندي. هاخد من والدي مبلغ وانا اديله مثلا، والرويشه تفضل معايا لحد ما اجي ابيعها واديله ليه؟ وديه تمام مش عليه يجوز الصوره دي. طب انت اخذت او الحجه هتبقى كامله يعني، اقصد ينفع ان انا اكون ثاني في حاجه جزء وما ارجع ارده؟ والعروسه موافقه تاخد غواشيتها ولا انت اجرهتها ولا اجبرتها؟ لا لا ده برضاعه مولانا، برضاعه زي اللي قالت والله.
الله يكرمها، انت طيبه كويس الحمد لله. يعني تقترض من زوجتك غويشة ذهب وتردها ذهب، اعلم اعلم. اكيد اكيد، بس طبعا بعد مده. اه بس شوف جرامات، كم جرام ذهب حتى تردها كذا. انا السؤال يا سيدنا، السؤال ان انا يعني انا هاخدها مش هبيعها النهارده، انا اطلع حج وانا عليا 20,000 جنيه لوالدي. ما في مشكله، عليا 20,000 جنيه من ثمن الحج لوالدي، فلما ارجع تكون الذهب سعر اتحسن شويه، ابيع الذهب وادي الاول 20. ابوك موافق على هذا؟ هو موافق، بس انا اقصد علي يعني ان انا اعرف ان الحج لازم يكون من ان انا اكون دافع فلوسه كله. لا 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 يلزم، يعني شخص اقترض للحج لا مانع. الله ينور عليك، هذا السؤال. لا مانع، لكن الاولى عدم الاقتراض وعدم الحج الى من استطاع اليه سبيلا. طيب الصيام سيدنا في الحج بالنسبه لاني مش عارف اسوق الهدي، هل ينقص من الحج شيء ولا اكني استقيم؟ لا لا ما في ما في نقص ابدا ان شاء الله. صيام السؤال بقى، سؤال بعيد عن الموضوع، في دلوقتي ولد كان جماعه من الناس يعني ما نقولش اتبنوه، هم اخذوه ربوه الكلام ده، والولد كبر والحمد لله تزوج، هم زوجوه وجابوا له شقه وكل شيء. هي دي كانت عمته اللي هو اللي هي ماتت، دي عمته كويس، فما دي ماتت من كام يوم. فدلوقتي هو الراجل زوجها بقى اللي هو يعتبر ابوه يعني. اصبر، كان لقيط ولا كان ايه ده؟ لا مش لقيط، ده هو ابن اخته، ابن اختها، ابن اختها يعني، ابن اخته، ابن اخته، ابن هو تبقى عمته، تبقى عمته، ابن اخوها يعني، ابن اخوها. الله ينور عليك. واحد مات وعمته اخذته تربيه، وبعد ذلك كتبت له شق واكرمته، وبعد واتجوز وكل حاجه تمام. طيب السؤال دلوقتي واضح، دلوقتي الراجل اللي هو جوز الست اللي توفت دي، دلوقتي الراجل طبعا ما يعرفش يقبل نفسه، راجل كبير جدا في السن، ايه وضعه مع زوجة الولد اللي اتزوج ده بقى؟ يعني هم يعيشوا في عيشه واحده والدنيا كده وخلاص ولا ايه؟ ايوه يعني انت تسال زوج عمة الولد. ايوه الله ينور عليك. هو اللي ربى الولد ده، يعني الولد ده لولا ان الراجل ده ما كانش هو عمل اي حاجه في دنيته. لولا ربنا طبعا. اسكت بقى خلاص. اتفضل يا سيدنا اتفضل. زوج عمتي زوج عمتي. ايوه. هل هو محرم لزوجتي؟ هذا السؤال باختصار. صح؟ ايوه ايوه. ليس بمحرم. طب لو في ظرف يقتضي زي كده مولانا، هل رضعوه في الصغر؟ لا، المرأة رضعت في الصغر؟ لا خلاص، ملوش أولاد أصلا، هو راجل ما بيخلفش. كم عمر الشايب؟ الراجل عمره حوالي 70 سنة، 72 سنة. نشط ولا خربان؟ من غير يربى من رجال أو قوي؟ خربان خربان خربان، أو التابعين غير يربى من الرجال، مش عمتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايزة أعرف صحة حديث الرسول لما كان بيقول لأزواجك على ألا تشركي وألا تتركي وألا تزني وأخرها ألا تبرزي تبرج الجاهلية الأولى. عفوا. صحة حديث لما الرسول كان بيقول أبايعك على أربعة، اللي هو ألا تشركي بالله وألا تزني وألا تتركي وآخر حاجة وألا تبرزي تبرز الجاهلية الأولى. لا، هو الحديث ليس بهذا السياق، الحديث فيه، ما هو الآية مضمونها كده، الآية مضمونها بس مش ذكر التبرج. لا، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان تفترونه بين أيديكن وأرجل بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن واستغفر لهن الله. فكان النبي أخذ الباعة على النساء كده. هل وردت رواية فيها أن الرسول أخذ على امرأة البيعة على ألا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى؟ لا أحفظها الآن، أحتاج أراجعها، لكن هذا موجود في الشرع، النهي عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى، الله نهاها عن هذا، فكمعنى يصح. ايوه لا، هو كان حديث قال زيت اميمه. خلاص ربنا كريم، خلاص انت عرفت كلام الله، يعني ما يحتاج. ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. ايوه انا عارفه، بس انا معلش بس انا قلت لك من ناحيه الحديث تحتاج اراجع هذه اللفظه. هو
قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله. السند 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 اذكر السند إلى أميمة بنت رقيقة. ثانية ثانية المصدر تخريج المسند الصفحة خلاص حكم صحيح لغير شرح الحديث هو أخرجه أحمد واللفظ له. اذكر السند من أحمد لأميمة بنت رقيقة. ثانية هو أنا مش عارفة. لا اذكرها مثلا. لا مش عارف. بعدين انت بتضيع وقتك ليه؟ قلت لك ربي نهى عن التبرج الجاهلية الاولى والرسول قال عليه السلام صنفان من امتي من اهل النار لم ارهما نساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. ايوه انا عارفه انا بجمع بقى كل حديث عن التبرج. جمعي جمع كل حديث عن التبرج. لا راجع لك السند ان شاء الله واساليني عنه بكره غدا يعني ماشي. ايوه أيه الله يسلمك. طب سؤال تاني معلش. تفضل. شوف يا عبد الرحمن كده هذه اللفظة بحديث أميمة بنت رقيقة لا نتبرج تبرج الجاهلية الأولى لحظة حديث ابن عباس مش ليس حديث أميمة بنت رقيقة تقول أميمة بنت رقيقة. تفضل يا أختي. هو كان كانوا بيخرجوا ان هم يقضوا حوائجهم وكده عشان زمان ما كانش فيه حمامات وكده فكان بيظهر عورتهم ففي حد يا مسلمة ما تدخليش كده يا مسلمة كان بيظهر عورتهم ايه بس اتقي الله شوية بيروحوا بعيد حد يشوف عورتهم ايوه كلام كلام صح ايوه كانوا بيروحوا بعيد ف مش عارفه مين جه قال لها عرفتك يا مش عارفه مش فاكره الاسم بس ده كان بعد لخبطت الدنيا في بعضها كده ايه؟ انت لخبطت الدنيا في بعضها هي سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر يريد ان لا تخرج من بيته اصلا قال كانت طويلة جدا قال قد عرفناك يا سودة من طول مش سند العم بن شعيب عبد الرحمن قد عرفناك يا سودة قد عرفناك يا سودة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن ثابت صحيح نعم يحتاج مراجعة يا عبد الرحمن لأن سند إسماعيل بن عيال بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا على رسول الله مسلما وعلى آله اللهم صل على اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم يا ربنا اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعلى أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم زدنا اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهل مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين.
اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فك الأسرى المسلمين واحقن دماء المسلمين وألف بين قلوب المؤمنين وول علينا خيارنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا صل وسلم على النبي محمد وآله، ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا كريم. اللهم يا ربنا كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.